ميسون إسماعيل تكشف تفاصيل المناسبة المهمة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. شركة اليوتيوب ميسون إسماعيل بالأمس شوية ستوريات كانت عم تختار فستان، أعلنت إنه هو لمناسبة كتير مهمة، وما ذكرت ميسون لمين هي المناسبة، وكشفت ميسون إنه المناسبة لسه بقالها فترة، والبعض بيتوقع إنه الحفلة رح تكون لعيلة البيوتي لاشير وشهد. وكشفت ميسون إنه هي رح تاخذ وقتها في اختيار الإطلالة لهي المناسبة، والجمهور كتير بتحمس. جايز قست تقريبا 3 فساتين من جيو دريس، كلهم حبيتهم ومحتارة كتير، فبما إنه المناسبة تقريبا يعني لسه لها فترة، صرح فكر منيح قبل ما اختار. بس شوفوا هلا شو لابسة، حبيت اورجيكم هالفستان. شوفوا وشيك على الفساتين كاملة وشوفت اياها، جد احلى واحد، مع انه كلام حلوين، بس يشوف اي فستان جد حلو وبناسب للمناسبة اللي انا. سو قولوا لي شو بتتوقعوا اي لون.